يقول أحد أقاربنا توفي قبل يمكن 3 سنة أو 40 سنة ودفن وحده في البر، وقال لنا بعض العلماء أنه لازم ينبش ويصير في مقابر المسلمين، وش رأيك يا شيخ؟ رأيه ليس بلازم، ليس بلازم، اللهم إلا إذا وصله العمران. لا بالبر إذا لم يصل ليش؟ لماذا يجي؟ ما أبد ما يجي إن شاء الله، لا سفر ولا ذي بحول الله.